مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا حملة أمنية كبيرة هنا بوسط مدينة الدار البيضاء، وأي شخص ما كيتوفرش على الأوراق القانونية ديال الدراجة النارية أو تبت بأن الدراجة ديالو معدلة إلا وكيتم الحجز ديالها والنقل ديالها بواسطة شاحنة الجر إلى كما كتشوفوا كيفاش انهم كيقوموا. اهلا بخير. كيفاش انهم كيقوموا بايقاف اي شخص ما كيتوفرش على الاوراق القانونيه او تثبت بان الدرجه ديالو معدله. الحملة الأمنية كيشاكوا فيها عدد من رجال الأمن، خصوصا شرطة المرور وشرطة الفرقة الولائية للمرور في مدينة الدار البيضاء، فرقة الدار البيضاء. هنا بأن شاحنة الجر كتقوم بهذا الأثناء بنقل الدراجات إلى المحجز البلدي. الدراجات أكيد أصحابها إما ما كتوفروش على الأوراق القانونية أو معدلة بحال الشكل ديال هذه هاي، عاملين تم نقلبوها لقاو بأنها معدلة. شوفوا الزيوت اللي كتطلق. هادو الدراجات كثر هي اصحابهم اصحاب الدراجات كاين اللي كيسوق بطريقه بهلوانيه بحال كيف كما يوقع امام ماكدونالد جيليز عفوا الدوليز. تجمعوا واحد المجموعه ديال الاشخاص وكيسوقوا الدراجات الناريه ديالهم بطريقه كتشكل خطر عليهم وعلى المواطنين. هنا الامن كي ضروري انه يتدخل، ومن كيدخل كيلقى الاوراق غير قانونيه او غير سليمه او الدراجه معدله، الاوراق فيها حجم والواقع فيه حجم اخر ديال المحرك، اذا كيضطر انه يحجز الدراجه ووضعها بالمحجز البلدي. او في حاله ما صاحب الدراجه ارتكب مخالفه مروريه ما احترمش قانون السير او موقفش في الضوء الاحمر مثلا او شي حاجه كيتم كيخليه انه يخلص المخالفه في عين المكان، يعني هنا في البلاصه تخلص المخالفه ديالك وتدي الموطور ديالك وتمشي. وكاين اللي ما كيتوفاش على الاوراق بتاتا، دراجه ناريه غاديه ولكن ما عندوش الاوراق. حالة الشخص هذا ها هو مصفط داير له المينوط، يعني كيتسناو السياره ديال النجده انها تاخذو لمصلحه الامن اكيد من اجل الاستماع اليه وشوفوا واش الدراجه الناريه ديالو او مسروقه وعلاش ما كيتوفرش على الاوراق القانونيه ديال هاد الدراجه. شاحنة الجر في هذا الأثناء كتغادر المكان
ديال الحملة الأمنية يديرين رجال الأمن هنا في وسط مدينة الدارين. شوف شوف كيفاش كيمشيو الاتجاه الممنوع. ها انت شوف شوف اللي عنده الخوضه ديالو الاوراق قانونيه ما كيهضروش معاه كاع. ها انت هو السيد داز من حداهم عنده الاوراق قانونيه ما يدويوش معاه كاع، ولكن اللي ما كيتوفرش على الاوراق القانونيه ولا الدراجه الناريه معدل الحجم ديال الموتور فيه شكل والموتور فيه شكل كيضطروا انهم يتيقنوا من الاوراق. كانوا الأوراق غير قانونيين بطبيعة الحال كيتم حجز الدراجة النارية. شكرا سي مراد رفيق. جديد من الدراجات النارية اللي منحتها المديرية العامة للأمن الوطني لرجال الأمن. هذا واحد منهم كما كتشوفوا دراجة نارية بمواصفات عالية. ما في
الحملة باقة مستمرة مشاهدينا الكرام هنا بوسط المدينة، الحملة اللي كيقوم بها عدد من رجال الأمن كتعوم محاربة السياقة بطريقة استعراضية. محاربة الدراجات النارية المعدل. هي رجال القوات المساعدة. الناس عندهم الوقت ديالهم قانونيين وعارفين راسهم قانونيين، ما كيدوزو من حداهم كيهضروش معاهم، داير الكاسك ديالو عادي ما كاينش ليه هضره. الاشخاص اللي كيشكلوا خطر على راسهم وعلى المرار من طبيعه الحال غادي يتم التوقيف ديالهم والتاكد من سلامه الاوراق ديالهم ومن سلامه مطابقه المحرك للاوراق ديال اللي كيحمل معاه وشهاده التامين. كتبقى مأمن على حجم ديال 49 سي سي وراكب على دراجة فيها محرك ديال 150 ديال 150.
باقه مستمره مشاهدينا الكرام هنا بوسط مدينه الدار البيضاء، حمله اللي كيقوم بها عدد من رجال الامن التابعين لهيئه المرور بمنطقه قنفا، وكذلك لهيئه المرور بالفرقه الولائيه للدراجين. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، شكرا لرجال الأمن، شكرا لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.